الاحتمالات يلي موجودة قدامنا. بدنا ناخد قرار او منعرر نعيش راسنا مرفوع واحرار كمسيحيين بهالنقطة من الشرق، او منعرر نعيش زميين، او منعرر نشمل، او منقرر نفل. هيدا الرهان وهيدا القرارات يلي مطروحة امامنا. نحنا كمقاومة لبنانية، نحنا كقوات لبنانية قررنا وقرارنا نهائي انه منعيش هون كمسيحيين راسنا مرفوع احرار. ألا نشمل، ألا نعيش ذميين، قرار اتخذه الأجداد وكان أن تعملقنا بالحرية قمم جبال لبنان. حملات إبادة متكررة شنها المماليك، تصدينا لها. مجازر، نكبات، وبقيت أجراسنا تقرع للحرية ولمشروع وطن لبنان الكبير. أصبح له دولة، أصبح له حراس، أصبح له كيان معطر بالبخور، ومجد لبنان أصبح لسيد الصرح صانع الكيان. الكفاح المسلح يسقط نفسه ويسقط الأمن والسيادة. كانوا مخلينا شعب بيع معه حق قبل 75. نحن مدنونين لأنه خلونا نكتشف أمور كتيرة بذاتنا، بقلبنا، بعقلنا، يلي ب 13 نيسان 75 حتى نحن ما كنا عارفين انه هيدي امور موجوده بقلبنا وبراسنا. كانوا مخليننا شعب بخمس فلسطينيين بكبونا بالبحر. يمكن كان هالشي مظبوط قبل 75. لبنان بحاجة لإلكن، لبوا النداء. وقالوا آنذاك إذا لم تسارعوا إلى الاتصال فسيلتف رجال الكتائب على المنطقة الغربية والطريق مفتوح أمامهم. سلاح أعطينا، ذخائر أعطينا، كل هذا موجود هناك ومتراكم. فقلنا إذا لابد من أن ندخل ونوقف المقاومة، وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. هيدي الأربع احتمالات يلي موجودة قدامنا. بدنا ناخد قرار أو منعرر نعيش راسنا مرفوع وأحرار كمسيحيين بهالنقطة من الشرق، أو منقرر نعيش زميين، أو منقرر نشمل، أو منقرر نفل. هيدا الرهان وهيدا القرارات يلي مطروحة أمامنا. نحنا كمقاومة لبنانية، نحنا كقوات لبنانية قررنا وقرارنا نهائي إنه منعيش هون كمسيحيين راسنا مرفوع أحرار.
la Syrie ne veulent pas comprendre. Plus ils détruisent l'immeuble et plus ils détruisent la construction, plus le moral chez nous est fort et plus nous avons l'intention de ne pas nous laisser agenouiller. يعني لابد ما يكون عنده حوالي 250 أو 300 عسكري سوري من القوات الخاصة، وفي حوالي 20 أو 22 دبابة بعدهم مبينين بسهل بقى محلوين. كنا نقول له للسوري نحن بنفهمك تمام وقت اللي عم تضرب الأشرفية وعين الرمانة وزحلة، أنت بربري؟ بتعاملهم بلغة برابرة؟ انت قستنا على حالك وعملتها مثل ما بتعامل اهل حمص وحمام. احنا لا انت ولا اكبر منك بركع. بضيعة صغيرة بالشمال اسمها قنات، 40 مقاتل من القوات اللبنانية مدة 6 أيام خربطوا حسابات طويلة عريضة للقيادات السورية بلبنان وبالشمال بصورة خاصة، وخربطوا حسابات يلي ورا السوريين ويلي كانوا متكلين على السوريين ليقوموا بالدور يلي هن كان مفروض يقوموا فيه. أنا مرشح لرئاسة الجمهورية. تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. سوريا عم بتبلش اليوم تعاني من زيت المعاناة يلي خلقتها على أرض لبنان. خلقت مشكلة مسلم مسيحي، اليوم صار عندهم هن مشكلة علوي سني. جربوا يتطاولوا على لبنان، اجا اليوم مين يتطاول عليهم؟ جربوا يقسموا لبنان، اجا اليوم مين يقسمون؟ جربوا يركعوا لبنان، عم بيركعوا هن تدريجيا على لبنان. نحن اليوم منو هممنا ابدا اذا بيروح حافظ الاسد ولا بيبقى. منو هممنا ابدا اذا بيتغير النظام ولا ما بيتغير، بيتغير ولا 60,000 عمره ما يتغير. اذا اجى النظام غير هيدا، انا بشك انه النظام الجديد يعمل نص يلي هيدا عمله. يعني بيقولوا لنا اذا هيدا فل الله يستركم من يلي بده يجي، بعتقد اضرب من يلي اجى ما بفتكر حدا معه معقول. نحن بدنا امن المجتمع المسيحي لما يصير فينا مثل مسيحية سوريا او العراق أو مسيحية مصر. إذا كنتوا موجودين هون لتشكلوا النواة لهالوحدات الدفاعية عن حضارة، لتشكلوا نواة محافظة على استقلال حقيقي للبنان، على سيادة حقيقية للبنان، على كرامة حقيقية للبنان، عم نجرب نمرمغلكم جسمكم وتيبكم بالوحل ونبقيكم راسكم مرفوع وكرامتكم نظيفة. نتنظم، عم نتحضر لا لنعمل حزب ولا لنعمل انتخابات مختار وناطور.
وبدنا نوصل لوضع الإيد اللي عم تمتد علينا بدنا نكسرها ونكسر راس اللي عم بمد إيده علينا. منطقة الشرق الأوسط قادمة على تطورات جذرية وأساسية. منطقة الشرق الأوسط اليوم عم تمرق بمخاض تاريخي. إذا أنت ما بدك أنا رح تجبرني أخذ هالخيارات هيدي لوحدي وبخدها لوحدي على حسابي وعلى حسابك وبخدها لوحدي حاطت أمام عيني مصلحتي ومصلحتك ومصلحتنا كلبنانيين. بس إذا أنت منك مسترجي أو منك قادر أو ما بتعرف أو ما عندك إيادة تاخدها أنا رح أخدها عني وعنك وحقوقك كاملة محفوظة وقت يلي أنا بنجح تعا استفيد من هالوضع هيدا أنا وياك. منقدر نكون سوا مننجح، ما منقدر نكون سوا أنا رح أخد الخيار بتقدر أنت بعدين تمشي معي وتهلل وقت يلي بنجح أو كمان بتريد تضمك عم تتأمل بدك تقعد بعد 7 سنين تانية عم تتأمل ومرتهن لكل هالقوة يلي حواليك. كل خارطة الشرق عم بيرجع ينبحث وضعا نحنا كمجتمع على هالأرض عايشين عليها من 6000 سنة ما حدا قدر يشيلنا ولا حدا قدر يشحطنا من أرضنا. نحن اليوم مدعوين إلى يقظة مستمرة إلى استعداد إلى جهوز لنتمكن نرد أي طارئ ولنتمكن أكثر من هيك بلحظة تاريخية معينة بتيجي مرة بحياة الأمة كل 100 سنة بهاللحظة التاريخية المحددة نكون واعيين نكون مستعدين نكون مهيئين لنبني وطن حريات للجميع وطن أمن للجميع وطن استمرار وبقاء لكل أبناء. لبنان القوي بديمقراطيته هو لبنان يلي عنده مجلس نواب قوي، نواب يلي صحافته بتكون قوية وبتكون نظيفة، لبنان يلي تربيته وزارة التربية وبرامج التربية تبعه بتكون قوية، لبنان بيكون قوي وقت يلي قضاءه بيكون قوي وقت يلي جيشه بيكون قادر وقت يلي جيشه بيكون عنده إيمان بالقضية يلي عم بيضحي من شانه. ما ممكن ينبنى جيش لبناني مزبوط إذا ما في عنصر لبناني مزبوط، ما ممكن يكون عنا كهنوت لبناني مزبوط إذا ما عنا عنصر لبناني مزبوط، ما ممكن يكون عنا قضاة مزبوطين إذا ما في عنا عنصر بشري لبناني مزبوط، ما ممكن يكون عنا وزراء ونواب ورؤساء وبطاركة مزبوطين إذا ما كان عنا شعب لبناني مزبوط. لازم كلنا سوا كلبنانيين ناخد وعد حقيقي على نفسنا ما عدا الجيش اللبناني الشرعي ما عدا قوى الأمن اللبنانية الشرعية ما بقى لازم نقبل انه يكون في اي وجود مسلح غريب او لبناني غير شرعي. وقت اللي نحن منقرر انه بينزل الجيش بكل قباهيته بكل مرجلته بكل معنوياته راسه مرفوع الحاجز يلي بيشوفه قدامه بيشيله، مش بيبعت لك 50 واحد مرة لقل له إذا بتريد يا بيك طول عمرك بس أنت قاعد ورا الزروبة لنحنا نمرق والضابط ما يشوف عناصر مسلحة لنكون مسلح بس البوس سيفيل خلصنا من هالقصة هاي. حين الوقت الجيش اللبناني يكون هو مسؤول عن أي شيء عم بيصير على الأرض وعن أمن أي كان يلي متواجد على أرض لبنان. ما بقى بدنا كل هال ملغوصة اللي عايشين فيها وما بقى بدنا كل هالتشتيت والتشتت اللي عم نشاهده على الأرض. بقدي بدنا نحترم
الأنظمة والقوانين، بدنا نحترم السلطة، بدنا نحترم الأستاذ، بدنا نحترم الإدارة، بدنا نحترم بوليس السير على الطريق، بدنا نحترم إشارة ممنوع المرور أو إشارة ممنوع الوقوف، بدنا نحترم كل هالأمور الصغيرة، لأنه صدقوني بقدر ما منحترم هالأمور الصغيرة بالقدر يلي منقدر نحترم لبنان ونحافظ على لبنان، وبقدر ما منستهتر بهالأمور يلي بالنسبة للبعض التنوية بهالقدر هيدا كمان منكون عم نستهتر بالأساس، كمان منكون عم نستهتر بالقيم العليا. جاي بمهمة كتير محددة، 10452 كيلومتر، جاي بمهمة كتير محددة، انه بعد اليوم ولادنا ما بقى يتقتلوا مثل ما تقتلوا بالماضي، بيوتنا ما بقى تتدمر مثل ما تدمرت بالماضي، سيادتنا ما بقى تنتهك مثل ما انتهكت بالماضي، ما بقى يكون عنا بلاد فلتاني. لبنان ما ممكن يكون مستقر إذا مش السلطة اللبنانية والشرعية اللبنانية هي الوحيدة يلي حاكمة على أرض لبنان. لازم السوري يفهم هالشيء ويتعامل مع السلطة اللبنانية من هالوحي هيدا، وساعتها أمنه بيتأمن، لأنه ما حدا قادر هون يجي يشتزق شقفة من هالأرض لا يعتبر إنه حدوده صارت آمنة، أو إنه هو صار بمنقع عن الأخطار يلي ممكن تجي عليه من لبنان. الحقيقة أحياناً كتيرة كانت تخوف، لأنه كانت بتخوف، كنا دايماً نموهها، دايماً نحط لها بودرة، ودايماً نحط لها تجميل، إنما بالداخل كل هالوسخ، كل هالهريان كان عم بيتفاعل، كان عم بيتأكل، وكان عم بيهد الجسم من الداخل. بوقت من الأوقات وعينا لقينا إنه ما في عنا أي عمق لقضيتنا، ما عنا أي جوهر لذاتيتنا ولوجودنا، كله كان بويا، كله كان غش، كله كان كذب. وقت يلي نوجد أي غريب نتفة صغيرة هز هالبناء هيدا كله سوا، هالبناء انهار. في وزارات عندها مجالات عمل وحدة مع بعضها وأفق وحدة، ما بتحكي مع بعضها، ما في تنسيق مع بعضها. منزف الطريق تاني يوم نرجع نبحثها، لأنه شركة الكهرباء ما كان على علم أنه في أمور هيك، نرجع منزفت بعد ما يقعلوا 3-4 ويكسروا حالهم بالجوار، ونرجع نزفت بعدين يجي شركة التليفون وهلوم جرا. بدنا نبني دولة اليوم لعام 2000، ما بقى بدنا نرجع نرمم ما تبقى من دولة 43. ما بقى ممكن كل ما تغيرت حكومة واجت حكومة جديدة، الـ24 وزير كل واحد بده يجيب ضيعته، بده يجيب كل جماعته يحطهم بالحكم أو يحطه بالإدارة. واليوم ما حدا بينشق المعاشه إلا ما يهدد بمليون إضراب، وبعدين بيعملوا حل وسط قبل بثلاث ساعات من بداية تنفيذ الإضراب، بيلاقوا حل لا للموظفين تنكسر كلمتهم ولا الدولة تنكسر كلمتها. رح نشوف كيف نقدر نظبط كل الأوضاع المعيشية لهالموظف يكون حقيقة مرتاح ويكون حقيقة مطمئن لمستقبله ولمستقبل أولاده، بدون ما يكون في إضرابات وتهويل، وهذا بقول مندفع وهذا ما مندفع، و3.5% لا 3.25%، وكل هالأمور يلي عشتها معكم بوقت من الأوقات. وبتأمل أنه بعد وقت قريب نرجع نتلاقى ونعمل جردة حسابات صغيرة كيف الأمور عم تمشي، لنقدر نحدد المنحة وخط السير يلي لازم نسلكه لبعدين، لمن هلأ لوقت كتير قصير نقدر نقول انه صار في لبنان حر بكل معنى الكلمة. عم نبلش نصير محدد أنظار كل الشعوب الحرة يلي كيانا وموجودة مهدد، ويلي ما عم تعرف كيف تدافع عن حالها، يلي عم بتبلش تيجي تتعلم كيف بيدافعوا عن حالها عنا نحن بلبنان. لنا العملية إجبارية ولنا عملية اختيارية، عملية إنه في بلد بده إنقاذ، هالإنقاذ بده يانا كلنا نكون بجانبه لننجح فيه، وهيدا يلي عم ينعمل. الشباب اللبناني يكونوا مستعدين لهاللبنان هيدا من خلال
هالمخاض يلي عم نعيشه من 7 سنين لليوم، يطلع لبنان قوي، يطلع لبنان سليم، يطلع لبنان نظيف، يطلع لبنان مش صنصار، يطلع لبنان مش مرت مثل اللي كان عندنا لهلا. وساعتها نقدر نقول انه عم نعيش على ارض تستاهل انه نموت من شانها، تحرز انه نعيش عليها، وتحرز انه نعطيها كل شيء لتبقى هالارض الحلوه يلي جدودنا خلقوها هيك، يلي نحن بدنا نحافظ عليها.